السؤال هو شنو مسار بولونيا؟ ليش مسار بولونيا؟ هو تعرف احنا انتقلنا بهذا النظام من الموضوعات التركيز على الموضوعات الى التركيز على الطالب نفسه. زي. وهذا مهم جدا، مخرجات وزاره التعليم العالي يجب ان تدخل سوق العمل، هو هذا الهدف الاستراتيجي ترى هذا مختصر مسار بولونيا. طيب. شلون ندخله مسار وهذا كلش كبير بالنسبه وهذا التحدي، انا بدال ما فقط يكون عمليه تلقين للدروس لا هذا يجي مثلا اذا اكو في الساعه نظر هناك اربع ساعات خمس ساعات الى عملي م -م. تطبيقات عمليه والطالب راح ياخذ عليها يعني النشاط مالته العملي راح ياخذ عليه درجات تقيم. حال حال النظري والتقييم. البنى التحتيه احنا عندنا مشكله هي القاعات احنا تعرف طبعا الدوام صار احنا بالجامعات يبدا الساعه مثلا ب 8 ينتهي الى الساعه 4 بعض الطلاب او بعض الاساتذه ما فهم الموضوع شنو هو مو ب 8 يجي يدخل الدرس ويطلع بال 4 لا من 8 لل 4 انت خلي جدولك على هذه الفتره الزمنيه قد يكون الطالب محاضرته مو ب 8 جزء محاضرته بال 10 جزء محاضرته ب 11 وكذلك الاستاذ هذا شو يعطيني يعطيني فسحه بان يكون هناك وفره من القاعات الموجوده لان <applause> يعني تعرف من 8 الى 2 هناك راح يصير هو زحر. ما ملزم بالحضور اذا نعم لو ملزم من هو الم... الطالب وال... والأستار. لا الطالب ملزم بس مو بالشرط ان يكون ملزم من 8 الى 4 لا قد يكون المحاضره مالت سين من الطلاب محاضرته تبدا بالعشره تخلص بالثلاثه او تخلص بالاربعه بس صاد من الطلاب يبدا بثمانية يطلع يجوز ب 12 يطلع بالوحده ها اذا هو يجي على قد الـ هذه الفتره هو مال الدوام قد راح يصير مجاميع، هذه المجاميع هي راح تخلينا وفره بوجود القاعات